واستدل بالحديث الشريف رقم 7003 في صحيح البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، قالت: فطار لنا عثمان ابن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. ثم تكمل أم العلاء كلامها في الحديث رقم 7004 في صحيح البخاري، قالت: وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عمله. سوف نتناول قصة الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه بالشرح والتفصيل في كورس حياة الصحابة.